دفاع المنتخب المالي وكل الملاعبيه في الدفاع بالنسبه للمنتخب المالي. هذه كره بالراس وترجع في مره اولى، مره ثانيه ياخذها دراجر، محمد دراجر بيه التمرير خطير تسديد، والهدف الاول للمنتخب الوطني التونسي. انيس بن سليمان يسجل اولى الاهداف في هذه المباراه في الدقيقه 90 وقت قاتل، وانيس بن سليمان يسجل الهدف الاول وان شاء الله اكيد هدف الانتصار في هذه المباراه. واخيرا جاء الهدف في نزيف الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة. أنيس بن سليمان يسجل الهدف من جديد بتسويبة قوية، أكيد أكيد هدف جميل جدا كالعادة، تقريبا يشبه بعض الشيء هدف من منتخب الليبي. أنيس بن سليمان اللي يعيش فترة زاهية مع فريقه مع نهاية الموسم الفارط في الدوري الدنماركي، وكان توج بالبطولة. بالنسبة لأنيس بن سليمان هو إعادة للتسويبة القوية، سكنت الشباك المالية بالنسبة ليانيس بن سليمان لاعب المنتخب الوطني التونسي. 1-0 إذن مع تغيير في النتيجة وانتصار يقترب من المنتخب التونسي. كما قلت على كل حال رغم كل شيء، رغم النقاط السلبية اللي كنت